حرق علي بابا ما روحش السينما وقبلك فين؟ أنا من رأيي تكتبني وأجاوبك وتجاوبني. كل يوم بنصحى على مفاجأة بالمخيم. اليوم صحيت على صوت أبو علي وهو عم بيصرخ ويقول جاي الدرويش على المخيم، جاي ليبارك المخيم. وأخيراً رح أشوف الدرويش ورح أقدر أصوره. بيقولوا إنه بيجي كل فترة على المخيم ليباركه ويزيد الرزق فيه. المهم محسوبتكم اليوم طايرة بأحلامي. معقول روايتك يا مريد البرغوثي شو عملت فيني؟ أنا عم بقرأ رواية رأيت رام الله حسيت حالي مكانها. أنا كمان بدي أروح على قريتي وأمشي فيها. رحت مع مريد البرغوثي وتذكرت أبوي. أبوي لما راح على فلسطين وقت ما فتحوا لم الشمل ضب كل شي بالشنطة، ضب المخيم وقال لي بدي يخبيني بالشنطة. راح وهو عم بغني، أبوي اللي علمني الغنى وقال لي إذا أنت ما رحتي لهناك صوتك بيروح. أنا وعم بقرأ رواية رحلة العودة إلى الوطن كنت عم بسأل حالي شو هو الوطن؟ بالرواية كان في سؤال الوطن سؤال الغربة كمان. مريد البرغوثي اللي طلع من قريته برام الله وراح القاهرة للدراسة، بس رام الله كانت معه وين ما كان. حرب 67 توقف بينه وبين قريته دير غسانة يلي ما قدر يرجع لها وضل بمنفاه بمصر. في مشهد بالرواية ما بنسى، بتخيل وبرسمه بعقلي، عبور مريد البرغوثي على الجسر ليفوت على فلسطين بعد انتظار طويل. بيقول ها أنا أقطع نهر الأردن، أسمع طقطقة الخشب تحت قدمي، في يدي اليسرى حقيبة صغيرة، أمشي نحو الغرب مشية عادية، مشية تبدو عادية، ورائي العالم وأمامي عالمي. وأخيراً إجا مريد على المخيم. مريد البرغوثي كاتب وشاعر فلسطيني ورد بقرية دير غسانة برام الله بال44. درس الأدب الإنجليزي بالقاهرة سنة 67، السنة اللي احتلت فيها الضفة الغربية، وروايته رأيت رام الله هي سيرة ذاتية بيحكي فيها عن هاي المرحلة، بيحكي عن منفاه بمصر وعن عودته للوطن. هون بالزواريب الضيقة عم ببعث لك رسالة يا مريد. الناس هون ناطرة، عايشين ونحن ناطرين، وانت ناطر زينا. تسأل حالك بالرواية هل الوطن هو حقا الدواء لكل الأحزان؟ وهل المقيمون فيه أقل حزنا؟ ما بعرف، بس كل شي بعيد عن الأرض ناقص، الحب والفرح والأمل. بتعجب برمش العين والحاجب خفيف الروح. أول شي بشوفه مريد بس يوصل على فلسطين المحتل، مشاعر مختلطة كأني كنت معه. بس يوصل على قريته دير غسانة بيمشي بحواريها اللي حافظها منيح، بس في شي تغير، تغيرت الوجوه وتغيرت العيون. إجا الصياد يا مريد، هذا الصياد اسمه ناصر. ناصر كل يوم بيجي على المخيم وبيغني، صوته حلو كتير، وبيصطاد سمك. تخيل بيصطاد سمك من الهواء، شي مثل الحلم يا ناصر. الناس بيقولوا فقد عقله بس ماتت مرته على الحدود. يا ناصر ناصر